مدبولي يؤكد التعامل مع أي تحد حتى تنخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال غزة. وبايدن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، وبلينكن يهدد بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. انتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا أحمد، ومشاهدينا تحية طيبة. ترأس رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا أنه سيتم التعامل مع أي تحد حتى تنخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وشدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك موجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصة أن الأمور حاليا مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر عقده في نهاية شهر يونيو المقبل. وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 من يونيو. ووجه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعي. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعية، وذلك عبر تقرير أعده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الاهتمام بدراسة التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلة الأولى وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية موحدة وجهود متضافرة من قبل شتى الجهات التابعة للوزارة، حيث تم تشكيل لجنة موسعة أثمرت جهودها عن صياغة خطة استراتيجية 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة، وذلك بهدف تعظيم جودة المنتج السياحي المصري وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة. جاء ذلك خلال عقده اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض استراتيجية تطوير المنتج السياحي بالقاهرة ومقترح منتج القاهرة التاريخية ومسارات الزيارة المقترحة بها ومشروعات إحياء بعض المناطق في نطاق القاهرة التاريخية. كما تناول الاجتماع أيضا متابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.
أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور نزلاء تم خلالها توزيع مساعدات عينية عليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على تقديم الدعم للنزلاء وأسرهم للتخفيف الأعباء عنهم. في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تعتمد في أحد محاورها على دعم ورعاية المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لهم وبحضور النزلاء، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا اللقاء والاحتفاء مع ذويهم بشهر رمضان المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. سعيدة جدا بالاحتفال النهاردة، اللي أنا كان نفسي أشوف جوزي لأن ما كانش ظروفي تعبانة وما كانش مسامحة لأن أقدر أشوفه، وبنتي سعيدة جدا لأن فرحتوني. بشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو خلانا بس نشارك مناسباتنا مع أهلينا وخلانا نشوفهم بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وانت طيب. تم خلال الاحتفالية توزيع مساعدات عينية على أسر النزلاء، وهي مساعدات دورية تقدم لهم في ظل الحرص على متابعتهم في إطار منظومة عقابية إنسانية تطبقها وزارة الداخلية. الحفلة النهاردة كانت جميلة جدا، قدموا لنا الهدايا وقدموا لنا الكراتين الرمضانية لأهالينا. مهتمين باللي بره وبينا كمان ومش مخلينا محتاجين أي حاجة، وربنا يبارك لهم. بشكر وزارة الداخلية اللي هي نظمت الحفلة وخلونا نشوف عيالنا وأهالينا ونشاركهم فرحة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. بشكر وزارة الداخلية على وقفتها معايا في غياب جوزي. تضمنت المساعدات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية للمقبلات على الزواج بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وهو ما أدى إلى فرحة كبيرة وسط هذه الأسر بهذه اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية سلمتنا النهاردة أجهزة كهربائية علشان جواز بنتي. نشكر سيد الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية على اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية فرحتني وفرحت بنتي وفرحتنا كلنا. حابة أشكر الوزارة إن هم قدروا يساعدونا فعلى أجهزة كهربائية، دي مفاجأة تبسطني. كما تضمنت الاحتفالية إجراء الكشف الطبي بالمجان على أسر النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار المساهمة في تقديم رعاية لائقة لهم. احنا مش كنا نتوقع أن يحصل معنا كده النهاردة، بصراحة حاجة جميلة جدا. دكاترة عملونا أحسن معاملة وأحسن علاج. شافت مجانا وخدت العلاج وصرفوا لي كرسي. الكراسي ديت نفعتنا نفعتنا نفعتنا. أنا ما كنتش بقدر أمشي، أنا ما بقدرش أمشي ولا بقدر أتحرك، إدانا الكرسي اتحركت به. لا تترك وزارة الداخلية مناسبة دون أن تظهر دعمها للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك امتدادا للرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية الحديثة لتوفير البيئة المناسبة لهم لبداية حياة جديدة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطني إفطارا جماعيا لنحو 600 متطوع من 7 محافظات بصعيد مصر، ويعتبر هذا الإفطار ختاما لأعمال متطوع المؤسسة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة نحو 17 مطبخا في تلك المحافظات لتجهيز وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفيدين، حيث استهدفت إنتاج نحو 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية ل 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات. هذا بالإضافة لكسوة العيد والمساعدات الطبية والمشروعات الصغيرة، بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضة.
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك من أجل دعم وتعزيز حقوق الطفل. وأوضحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي في إطار التشبيك وبناء الشراكات الممتدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ومن جانبها أعربت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عن تطلعها لتنفيذ التدخلات التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا والتعاون مع المجلس لحماية حقوق الأمومة. الحقيقة سعيدة جدا النهاردة ان المجلس القومي للطفولة والأمومة بيوقع بروتوكول مع مؤسسة حياة كريمة. طبعا اي حاجة تساعدنا في ان احنا نأمن المصلحة الفضلة للطفل، نحمي الطفل كتنفيذا الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان اللي مصر اصدرتها وتنفيذا لما نص عليه الدستور من مواد لحماية الطفل وكفالة جميع حقوقه وحقوقه في التعليم وفي الصحة وفي حياة كريمة. والمؤسسة اسمها بيقول حياة كريمة، كل البرامج الرئاسية اللي موجودة وكل البرامج اللي بتنفذها الحكومة تكاملا مع المجتمع المدني هي بتهدف إلى تأمين حياة للأسرة. البروتوكول التعاون ده هيكون خطوة مهمة جدا في ما بين المؤسسة والمجلس، ان احنا هنقدر نشتغل على حماية حقوق الطفل في كل محافظات الجمهورية، والتعاون ده هيكون ما بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال ان احنا هنكون موجودين بمؤسسة حياة كريمة ليها تواجد على الأرض في كل محافظات الجمهورية، فهنقدر نشتغل على حماية حقوق الطفل من العنف ومن الإساءة والاستغلال الجنسي والهجرة غير الشرعية وكل أشكال العنف اللي بيتعرض ليها الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية. هنشتغل كمان على حماية حقوق الأم زي الأمهات المعيلات، الأم السجينة، الأمهات اللي عندهم أولاد ذوي إعاقة. النهاردة بنتوج جهود ميدانية على مدار الأربع سنين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من خلال دعم الطفل، سواء من الحد من التسرب، سواء الحد من العنف، سواء ان احنا نرجعه المدرسة تاني ونمنعه من العمالة الخطرة. فالنهاردة احنا بنستغل نجاح مؤسسة حياة كريمة وانتشارها الجغرافي ومصداقيتها امام الاسر وافراد المجتمع من خلال 27 مكتب، من خلال 45 الف متطوع، ان احنا نعزز الجهود مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ونقول هنمكن الاسرة المصرية من خلال تمكين الطفل اللي في خطر او الطفل اللي على حد الخطر. تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب فتح باب التسجيل للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة بالأكاديمية، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن فترة التقديم ممتدة حتى 15 من إبريل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.nta.eg/ar-plp.html. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.
استمرارنا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وصلت القوات الجوية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة. وأقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من مصر والأردن لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومي الثالث والرابع من شهر إبريل الجاري تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة، حيث أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحكومته، مشددا على مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي مهام منصبه. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني اعتزاز بلاده بعلاقة الأخوة الراسخة مع مصر، معربا عن تقديره للدور المحوري الذي اطلعت به مصر منذ بداية الأزمة ومساعيها الممتدة لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع. جاء ذلك خلال استقبال شكري وزيرة خارجية اليابان يوكو كامياكو، حيث شدد كذلك على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728 لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة. هذا كما أكد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية. من جانبها أكدت وزيرة خارجية اليابان رفض بلادها لأي هجوم بري إلى رفح الفلسطينية، معربة كذلك عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة. التقت كاميرا إكسترا نيوز زوجة أحد المصابين الذين عبروا معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، والتي أشادت من جانبها بموقف مصر وجهودها في دعم أهالي غزة. إصابة عمر كان يوم الاثنين، كان مروح من شغله وأفطر وتمام وكل إشي وصلى العشاء وتمام،
بعديها صار ضربة لقصف لجامع جامع البشير، فإجت دمر المكان تقريبا وإجت شظايا عليه. حالة عمر صعبة، عنده كسر في الجمجمة، عنده كسر في الحوض، كسر بإيده، كسر برجله، غير الشظايا اللي في راسه وفي إيديه، حالته سيئة يعني. هذا إشي عظيم من مصر إنها تعمل لتساعد المرضى وتساعد أهل فلسطين وخاصة غزة، ووقفة معانا في بالأحداث كلها اللي بتصير يعني. ألف شكر برضو إلهم. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لإلتقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية لطرح حلول يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط استمرار لسياسة التهجير القسرية التي تنتهجها إسرائيل، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية. يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد في سياق هذا التقرير. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة، كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية. كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري.
حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. وهنأت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبو إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم. وأشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات، مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك. تعتبر الدولة المصرية القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين على قمة أولوياتها، وهو ما ظهر في مساعي مصر الصادقة لدعم الشعب الفلسطيني خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري، ويعد موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا لا يتغير منذ عقود، حيث تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جليا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. فمنذ اللحظة كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة. ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على المستوى الإنساني سارعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق،
واستكمالا لمسيرتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، شاركت مصر في تحالف دولي لإسقاط مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن جسر جوي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات على شمال غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء. يأتي ذلك مع استمرار مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع، وذلك انطلاقا من جهودها الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق العرض التالي. تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع فتحت مصر معبر رفح دون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، فيما تواصل مساعيها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع. المزيد في العرض التالي والزميل كريم الخولي. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الإنسانية عن أهالي القطاع، وفتحت مصر منذ اللحظة الأولى معبر رفح بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال المساعدات إلى مطار العريش. وضغطت مصر بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول المساعدات إلى غزة، إلى أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح من قبل إسرائيل والذي تكرر 4 مرات حال دون إدخال المساعدات،
وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع. وتحملت مصر ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وفي سبيل ذلك قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب. وبلغت نسبة المساعدات التي تصل لقطاع غزة مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا 80%، وقامت مصر بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية. وللمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا، نفذت مصر أعمال إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، كما تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة. ويظل موقف مصر الثابت مصمما على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذا لهم من القصف والجوع والمرض. وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود. كما تؤكد مصر أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة. إشادات إقليمية ودولية نالتها مصر بعد دورها التاريخي والحيوي بشأن الأزمة في قطاع غزة، سواء على صعيد الجهد الدبلوماسي المبذول لوقف الحرب المتكررة أو على الصعيد الإنساني من خلال تخفيف الحصار على القطاع. نتابع المزيد من الإشادات في هذا العرض.
أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثه على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبحسب البيت الأبيض فقد أبلغ بايدن نتنياهو بأن وقف إطلاق النار الفوري ضروري لتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين في غزة، كما دعا إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة. وأوضح بايدن أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييم واشنطن لإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي ببروكسل أكد بلينكين أن الهجوم المروع هذا الأسبوع على موظفي منظمة الطبخ العالمية لابد أن يكون الأخير من نوعه. وشدد بلينكين على أنه إذا لم تشهد واشنطن التغيرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغيرات في السياسة الأمريكية. قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل، إلا أنها لن تسلم قبل العام المقبل على الأقل. وذكر المسؤول أن عملية النقل التي تمت الموافقة عليها صدرت الاثنين الماضي، وهو اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل غارة على غزة أسفرت عن مقتل 7 من موظفي الإغاثة يعملون بمنظمة المطبخ العالمي الخيرية. مع استمرار العدوان على غزة وتزايد حدة الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاقم مخاوف الحزب الديمقراطي من تراجع فرص بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر القادم. ما زال العدوان على غزة يلقي بظلاله على الانتخابات الأمريكية المرتقبة، لا سيما مع تزايد الغضب بين الأوساط العربية والمسلمة الرافضة لاستمرار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال، ومع اتساع حدة العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خاصة الأطفال والنساء. تزايد عدد الأمريكيين الرافضين للعدوان، وهو ما شكل ضغطا سياسيا كبيرا على الحزب الديمقراطي. وفي إشارة للتحديات التي يواجهها بايدن قبل 7 أشهر من الانتخابات، اضطر البيت الأبيض لتغيير خططه باستضافة حفل إفطار رمضاني سنوي بعد رفض قادة الجالية الإسلامية قبول دعوته. هذه المخاوف عبر عنها السيناتور الديمقراطي البارز بيرني ساندرز، والذي اعتبر أن استمرار دعم البيت الأبيض للعدوان يهدد فرص الرئيس خلال الانتخابات المقبلة. ساندرز الذي أكد استمرار دعمه للرئيس بالرغم من الخلافات بينهما، كرر دعوة بايدن لوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي. القلق من تراجع فرص الرئيس بايدن في مواجهة منافسه اللدود دونالد ترامب دفع حملة بايدن للتأكيد على أن الرئيس الأمريكي يعمل بلا كلل لإنهاء العنف وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الإنساني في حربها على قطاع غزة. وقال سانشيز إن الباب سيكون مفتوحا لإجراء نقاش داخل المجلس الأوروبي لتحديد ما إذا كنا سنستمر في هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا، مجددا دعوته إلى وقف دائم لإطلاق في غزة والاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن إغاثة غزة ووقف العدوان والإصلاح أولويات الحكومة في اتصالاتها ولقاءاتها الدولية، كما شدد مصطفى على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، وذلك لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، موضحا أن 43,349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 181. كشفت إدارة الأصول لدى البنك الاستثماري جي بي مورغان أنه من المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين أو 3 مرات خلال اجتماعاته بهذا العام، على أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية باجتماع الفيدرالي الأمريكي بشهر يونيو المقبل. هذا ويعتقد البنك الأمريكي أنه من المقرر أن يشهد التضخم في الولايات المتحدة انخفاضا بشكل تدريجي بنهاية عام 2024. ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل الأمريكية. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفع بواقع 9,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221,000 خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس. We'll be right back.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزانية في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب القاهرة الدولية. وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بتنزانيا بهدف دون رد، ويحتاج الفريق لتحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل، وذلك لضمان حصد بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال. قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إن مواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة شدد كولر على أهمية عدم شعور لاعبيه بالغرور أو الاسترخاء اعتمادا على نتيجة مواجهة الذهاب. نتيجة 1-0 جيدة وإيجابية، وبالطبع تمنحنا الثقة، لكن هناك فرق كبير بين الثقة والغرور. تحدثت مع اللاعبين أنني لا أريد أن أرى أي غرور أو استرخاء، وقلت لهم ذلك بعد نهاية المباراة الأخيرة في غرفة الملابس. هذه المباراة تحتاج إلى تركيز حتى الدقيقة الأخيرة، ولا يجوز أن يظهر فيها أي نوع من الترخي. وصل فريق ليفربول الإنجليزي سلسلة انتصاراته، وذلك بالفوز على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني. حقق تشيلسي انتصارا دراميا على مانشستر يونايتد بملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الانتصار رفع رصيد تشيلسي للنقطة 43 ليقفز للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 48 نقطة في المرتبة السادسة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية ساعتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يؤكد التعامل مع أي تحد حتى تنخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال غزة. وبيت يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، وبلينكين يهدد بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميل أحمد عبد الصمد وأنا هاجر سليمان وفريق العمل، في أمان الله.